الأصوات. يلا مستمعين السلام عليكم. احنا الآن كنتواجدوا عبر السفينة ديال ميد ستار وفي ميناء الجزيرة الخضراء كما كتشوفوا معنا. هي عملية الصعود ديال الجالية المغربية، هما كيتسناو لتحت غادي يبداو يصعدوا للسفينة وحنا في الانتظار ديالهم. الطاقم ديال راديو الأصوات غنزلوا نديروا استجوابات لتحت على الأرض في الميناء لتحت ديال الجزيرة الخضراء في إسبانيا، ومن بعد ملي غادي يجيو المسافرين يطلعوا هنا عبر باخرة ميد ستار غادي نعملوا معاهم حوارات كيفاش وصلتوا وكل واحد منين جاي، شي يجي من هولندا، شي من بلجيكا، شي يجي من ألمانيا، شي يجي من فرنسا، شي يجي من إسبانيا، وجايين لراديو أصوات. وأصوات دائما كتميز بالحدث، لأول مرة في تاريخ الإذاعات راديو كيتنقل عبر السفينة ذهابا وإيابا وكياخذ الارتسامات الحقيقية. خليكم معنا بعض لحظات مباشرة ميد ستار من ميناء الجزيرة الخضراء. عبد الكبير حزيران كيحييكم وكيقول لكم مرحبا بكم، السلام عليكم. مباشرة على أثير إذاعة أصوات دائما يا موجة غني، على أثير إذاعة أصوات كنستقبلوا الجالية المغربية اللي كتوافد الآن إلى أرض الوطن. كل واحد فيهم وله حكاية، كل واحد فيهم عنده بزاف ديال الحويجات اللي غادي نتقاسموها معكم الآن مباشرة. شوفوا السيدة هذا قال لي راني جاي من باريس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم. نعم اسمك. نايد داود عبد الله. سي عبد الله مرحبا بك، أهلا وسهلا بك على أثير إذاعة أصوات. معك العادات والتقاليد واش بقيتي محافظ على سي عبد الله الهيثم؟ ابدا، نظن كله في البلاد. في البلاد؟ في البلاد، اها. والكبير في البلاد. زيد؟ والهيثم تما؟ تما بحال سميتو بحال المغرب، بحال الجامع، بحال بارك الله. خليتي باب السب دابا جيتي لقيتي باب حد ذات نهار. منين جاي السي ادريس؟ هنا بلاصة؟ بلجيكا. فينا بلاصة بالضبط؟ انتويرب. مرحبا بك. علاش درتي الديبار سي ادريس؟ انا درت شويه ديال الديبار، درت نهار الجمعه. معاش خرجتي؟ خرجت مع 4 الصباح وسكت زدت فرنسا كامله. ما وقفتيش فرنسا؟ ما وقفتش اسبانيا، درت وطير واحد الليله. لا بلاتي فرنسا ما وقفتي حتى بلاصه فرنسا؟ وقفت في مازوت كدا ولكن شي حاجه ما كتبات ما والو. لا ما كتبات. فاش من مدن وقفتي ما عقلتيش فين وقفتي؟ ما عقلتش بالضبط فين وقفتي. وجدتي على ليون ولا جدتي على باريس ولا جدتي؟ على ليون. جدتي على ليون، ما وقفتيش في ليون؟ كاع حتى دخلت خلتي لاسبانيا سان سيباستيان، وقفتي في سان سيباستيان. دابا حنا وصلنا لميناء الجزيره الخضراء، غنستقبلوا الجاليه المغربيه اللي غترجع معنا عبر هذه السفينه اللي هي مغربيه 100% وكتحمل العلم الوطني وحتى الطاقم ديالها كله مغربي. غادي نستقبلهم وغنديروا معهم عمليه العوده الى ميناء طنجه المتوسط. يا موجه غني على اثير اذاعه اصوات. جميلة ويا الوردة، وعليها طيح الندى. جميلة ويا الوردة، وعليها طيح الندى. هنيئا لك يا جميلة، تبارك الله عليك. أهياها كوان أهدا كوان أهيا وي 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 يا سيدي كله يتبيك راكش فرحة. أتيكا وأتيكا 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 وأتيكا